لا خير ولا نفع للأمة إلا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، لا أحزاب ولا جماعات ولا أمثال هذه الحزبيات والجماعات. ومن هذه الجماعات التي عظم شرها، والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا، الأدلة الشرعية الصريحة وضحناها، الأدلة الواقعية موجودة وبألسنة كبرائها وزعمائها، موجودة في اليوتيوب مقاطع موجودة بتصريح هؤلاء صراحة واضحة وليس تقولا. تلك الجماعة جماعة الإخوان، وما نشأ منها من السرورية والقطبية، ماذا جنت الأمة من هؤلاء؟ أضرب لكم أمثلة من الواقع، لم أذكر شيئا من عندي، ما مر نصوص شرعية وما سيأتي من الواقع ومن أفعالهم وأقوالهم. البدع التي تنشر، البدع التي تنشر لا يتمع وجوه هؤلاء، ولذلك بعضهم يتصدر حتى ولو كانت له دروس، يتصدر للدروس ويقول لا أرد على أحد، رد على الخطأ، احفظ دين الله، احفظ شرع الله. الأئمة فيما مضى لهم مؤلفات في الردود حماية للدين حتى لا يتذرع الجهال والمبتدعة لهذا الدين.